استضافت بيروت ملتقى Rethinking Lebanon 2025 الذي عقد في فندق الحبتور سن الفيل بحضور نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حصباني ونائب حاكم مصر في لبنان محمد البعصيري وسياسيين واقتصاديين ورجال أعمال فضلا عن أكاديميين وطلاب جامعات. الكلمات تطرقت إلى كيفية إعادة إحياء لبنان مرورا بالتحديات التي تواجه الاقتصاد وصولا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. واقعيين بالأول، نحن عم نعيش أزمة لا مثيل لها بالحجم، عم نحكي فوق 30% من سكان البلد هم من النازحين، هيدي ما بتصير ولا مطرح. لهالسبب هيك أزمة بدها علاج خارج عن نطاق بلد وعلاج دولي، فيجب أن نساعد المبدعين اللبنانيين على فتح أسواق بالعالم العربي بأوروبا بالولايات المتحدة وبآسيا. إنه لبنان لا يزال أفضل من عديد من الدول بالنسبة للتعامل مع المصارف المراسلة. الفضل هون بلبنان اللي بعد محافظين على نوع مقبول بالإعلام عن المصارف المراسلة هو بصراحة بعود لنشاط المصارف ولحكمة مصرف لبنان وخصوصا حكمة الحاكم رياض سلامي. في هو كبيرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بتأمل إنه يصير في تنسيق أكثر بين بعضهم، بتأمل إنه يكون في ثورة بالقطاع التعليمي، لأنه اليوم القطاع التعليمي ما عم بيواكب شو عم بيصير. إجا الإنترنت عهدني واقتصاد المعرفة بس بعد ما ترجم بمناهجنا الدراسية. هذا وتطرق البعصيري إلى إنجازات مصرف لبنان والهندسة المالية التي قام بها. الدعوات شهدت أيضا على الاستثمار في البنى التحتية وفي العنصر البشري وقطاع المعرفة لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني.